السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام، أهلا بكم في مهد الحضارة والتاريخ مصر في العاصمة الإدارية عنوان الجمهورية الجديدة. جاء انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 ليكون بمثابة منصة تحاورية عالمية لكل الأطراف المحورية المعنية لرفع الوعي بمستجدات القضايا السكانية والصحة والتنمية. يجتمع اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف هذا الحدث، حيث نناقش مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض، وهي قضية السكان والتنمية. المشكلة دي في بلدنا مصر من المشاكل الكبيرة، واللي كانت سبب كبير من أسباب التحديات اللي احنا قابلناها. التغيير في مصر هيتحقق بإن احنا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة تعمل سوياً بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة دي على عدد سكانها. برحب بحضراتكم. اختتمت بالأمس فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والصحة، واللي استمر قرابة 4 أيام من فترة ما بين 5 ل 8 سبتمبر. كمان كان برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا بمشاركة دولية. كل اللي ركز عليه السيد الرئيس واللي يمكن باختصار شديد جدا والأهم عن هذا المؤتمر، هو فكرة التهام الزيادة السكانية لكل الاقتصاد المصري والضغط علينا بهذا الضغط. كل الإنتاج، كل ما يحدث من محاولة للتنمية تلتهمه الزيادة السكانية. هي عندي العديد من الأسئلة على المؤتمر وأهميته وكل اللي كان بيدور فيه، وإيه النتائج اللي طلع بيها، واللي وعد وزير الصحة أن هيكون النسخة الثانية منه هتكون في شهر أكتوبر 24 القادم. خلينا نرحب بضيفتنا دكتورة جميلة نصر، عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة من خلال زوم. برحب بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا، أنا سعيد أن أنا معاكم الحقيقة. حضرتك منورانا، وإحنا أسعد بوجود حضرتك. في البداية خلينا أسمع مساء الخير عليكم جميعا. منورانا يا دكتور. خلينا أعرف من حضرتك بداية كيف تابعت المؤتمر، وأهم الحاجات اللي كانت موجودة في المؤتمر وتأثيرها على الأرض. الحقيقة أنا كان لي الشرف أن أنا شاركت في المؤتمر كمان بإعداد اللجنة، يعني المحاضرات الخاصة بالقلب في المؤتمر. والحقيقة المؤتمر ده كان شديد التميز، لأن الحضور فيه كان غير عادي، يعني حضروا 32,000 واحد شخص أو 32,800 شخص، وده رقم كبير. كان المؤتمر محافظ على أنه الحضور من أول يوم إلى آخر يوم بنفس الكافية. الحقيقة برضو كان واضح قوي أن كان فيه 270 متحدث مصري وأجنبي في برنامج علمي، في 65 جلسة حوارية، كان في برنامج تعليمي للزمالة المصرية، وده حاجة كانت متميزة جدا، فيها 47 جلسة وورشة عمل، في 375 متحدث في 31 تخصص، وده كان إبهار وكان الحقيقة أكتر من المتوقع. كان زي ما حضرتك قلتي في اهتمام شديد بالسكان، وكان في يعني محاولات للوصول لحلول مبتكرة لمواجهة الزيادة السكانية. كان في برضو محاولة لجهود حقيقية لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية في البلد
الحقيقة أنا كنت شايفة إنه هو كان منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والتركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها. الحقيقة كان كمان في تعظيم لدور المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته لدولة رئيس مجلس الوزراء، وكمان كان ظهرت ونوقشت الاستراتيجية القومية للسكان. واحنا عارفين طبعا الزيادة السكانية بتلتهم جهود الدولة كلها الحقيقة في أي تنمية، لأنها بتفرض عليها ضغوط شديدة. نمو السكاني ليه تحديات وإحنا عارفينه، وخاصة نمو سكاني غير منظم فبيدي عبء شديد جدا على الدولة. حضرتك قلتي جملة يعني دعينا نقف أمامها يا دكتورة، وهو في إطار جهود حقيقية. كلمة حقيقية هنا معنى كده أن في جهود غير حقيقية كانت بتبذل، حضرتك كمل لي توضيح اكتر. احنا بنقول ان دي في، انت عارفه حضرتك المشكله السكانيه دي مشكله قديمه جدا ومشكله ازليه وبذلت، فانت لازم تفكري من يعني خارج الصندوق، او انك انت بتفكري بحلول مبتكره تعملي استراتيجيه واضحه، لان الحقيقه احنا محتاجين فعلا ان يبقى في توعيه للجماهير، يبقى عارف ايه خطوره انك انت يبقى في زياده سكانيه غير يعني منظمه وغير واضحه. عندنا تعزيز كمان، احنا عندنا مشاكل بيئيه واضحه، فطبعا لازم كان واضح ان كان في تعظيم وتفعيل لدور المنظمات غير الحكوميه في حشد دعم المجتمع والاسره، وده كمان مهم جدا لأنها الأكثر قربة للمواطن. يعني فكرة المواطن ما بيلجأش لأماكن الصحة لما يكون عنده مشكلة حقيقية، يعني تعبان أو يحتاج البحث عن مشكلة، لكن منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات أو أي مكان اللي حضرتك مسمى اللي عايزة تسميه، المجلس القومي للمرأة، هي ممكن توصل للمواطن أسرع، بالعكس يكون لهم مصداقية. بالضبط. فطبعا يعني ده كان مهم قوي، لأن أنت بتحاولي ان انت كان في كمان زياده للمشاركه مع القطاع الخاص في برنامج السكان والتنميه والصحه، وكان زي ما احنا عارفين كان يعني العنوان بتاع المؤتمر مهم قوي، كان اسمه سكان اصحاء من اجل تنميه واستدامه، الربط بين الصحه والسكان والتنميه ده كان الحقيقه مهم قوي. فأنا أعتقد إن هو يعني أتى بنتائج مرجوة، كان برضو غير الأهداف السكانية اللي كانت محطوطة يعني في أهم الأولويات المؤتمر، لكن فيه كان برضو اهتمام بندوات بعلم ورش مقدم لطلبة الزمالة، ورش عمل جميلة جدا. فكل ده الحقيقة كان مهم جدا. عندي إحنا سؤال، زي ما احنا بنقول اتفضلي. هو يعني انا بس محتاجه من حضرتك تفهميني، هو المفروض المشكله هي على مستوى العالم في زياده، بس انا هي مشكله اصلا محليه اكتر مصريه اكتر، لماذا تم تدويل المؤتمر يبقى دولي اكثر ما هو محلي؟ مش كنا محتاجين يبقى محلي بحيث يبقى القضيه مغلقه اكثر تركيزا على جوانب المشكله اكتر، ولا بنستفيد بالتواجد الدولي؟ المؤتمر كان فيه يعني جوانب كثيرة جدا مهمة، لأن هو كان في طلب لتنمية الموارد، بتشوف خبرة الدول الأخرى، ارتقاء بقدرات العاملين في المجال السكاني على مختلف مستويات العمل، كل ده كان مهم. فأنت بتاخدي الخبرات الأجنبية، أنت ما فيش كل، وكان الحقيقة كان في حفاظ شديد على خصوصية كل مجتمع محلي. فإحنا بنشوف لا بالعكس، أنت نقلتي خبرات الآخرين، كان في أساتذة أجانب أدوا كلموا في العلم. كان أنا بالنسبة لجلسة القلب اللي أنا كان لي الشرف إن أنا من ضمن الناس اللي ساهموا في إعدادها، اتكلمنا على الذكاء الاصطناعي وأمراض القلب والمستقبل. محاضرتي اللي أنا قدمتها كانت بعنوان التعليم الطبي المستقبله في مصر، كل ده يعني بنقول ان احنا بنتكلم عن المستقبل بكل انواعه، ما كانش منصب
بشكل خاص على المشكلة السكانية، وإن كانت القضية السكانية ولو إن كانت هي الأساس. طيب خليني أسأل حضرتك عن ضوابط المفروض تكون العلمية المفروض تكون موجودة في موضوع الإنجاب، وإن كنت قلت معرفش حضرتك كنت سمعتيني ولا قبل مبدأ إن الموضوع يبدأ من الفكر الأول قبل ما أدور على حلول طبية، يعني فكرة إن أنا ما تقعدي مع ست تقول لها أنت جايبة كل الولاد دي إزاي، تقولك دول بتاع ربنا كل عيل بيجي برزقه، أكيد حضرتك سمعت الكلام ده يا ستي. طب أنت يعني هتعملي إيه في الولاد دي كلهم، صحتك أصلا هتكفي إزاي، تقولك لا لا ما هم لما يكبروا بقى هم هيشلونا، أكيد حضرتك سمعتي كل الحاجات دي وردود عليها بيبقى ايه، وايه استعداداتكم انك تواجهي الفكر الفكره لا انا ما ممنعش الخلفه ده بتاع ربنا، ده العيال دي بتاع ما اقدرش اقول للرزق جاي لي لا في الوقت اللي هم بيخلفوا ويرموا للشارع. انا مع حضرتك، هو الفكره في كلمه واحده جمله واحده، ان انا اعمل تعزيز للاتجاهات الداعمه لتبني المجتمع لمفهوم الاسره الصغيره. يعني لازم المجتمع يتبنى مفهوم الاسره الصغيره، لان انت خلي بالك المباعده بين الاطفال من 3 لـ5 سنين كده انت بتعملي تحقيق للاهداف السكانيه المطلوبه. فالصحه لازم يعني التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه، التوعيه مهمه جدا، لان انت لازم توعي الاسره توعي الام بضرورة إن هي ممكن تتعرض لمخاطر لو هي كل سنة بتجيب طفل، كل ده كلام مهم جدا. زي ما أنا قلت تعزيز اتجاهات داعمة، إن أنا المجتمع لازم يتبنى فكرة مفهوم الأسرة الصغيرة، وده اللي موجود في العديد من الدول الأوروبية، إن هي في مفهوم واضح جدا للأسرة الصغيرة، اقتصاديا اجتماعيا كل دي أمور مهمة جدا اتحطت في الاعتبار. لازم نعمل تسويق مجتمعي للفكرة دي، يعني لازم كمان تبقى لازم نعمل سد عجز في الأطباء، وده مهم، لازم نعمل سد عجز لمقدمي الخدمة الصحية، لازم يبقى فيه زيادة في معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وده من خلال يعني تبني مفهوم تحسين خصائص الأسرة خاصة بين الشباب، لأن أنت حضرتك لازم إنه نوضح مفهوم الأسرة اللي هي الأسرة الصحية السعيدة الصغيرة، كل ده كلام مهم قوي. لازم نعمل مشروعات تثقيف صحي كمان، ونعمل تمويل لمشروعات الرعاية الصحية الأولوية، لازم نعمل تمكين للمرأة، تمكين المرأة ده مهم ودعمها، لأنه بالتأكيد إن أنت بيبقى مهم قوي، لازم تبقى في دفعين. هل ممكن يبقى في بعض شفنا بعض الدول الكبرى واللي لها اسم سياسي واقتصادي وتأثير دولي عملت بعض الشروط لعدد الأسرة، يعني شفنا أكثر من ولد ما لهمش في عقاب للأسرة نفسها، أو الولد ده ملوش أي صلاحيات الأسرة بتاخد كل. هل ممكن مع الوقت بما إن أنا ملتزمة وعندي طفلين فبالتالي ما يجيش حد تاني يجيب 5 6 أولاد يضغط عليا في المواصلات في العلاج في التعليم، هل ممكن بعد كده مثلا يبقى لا أكثر من طفلين بعد الفترة الفلانية هنشيل الدعم عن الأسرة دي من الطفل الثالث، هل ممكن بعد الطفل الثالث مثلا هيبقى الدراسة لا بتكلفة كاملة على الأسرة، وإن كان ده طبعا هيخلي أولاد كتير تتسرب من التعليم، هل ممكن لا الأسرة اللي عندها طفلين لو هي مقدمة على مشاريع في البنك هيبقى من ضمن الشروط اللي عنده طفلين وملتزم نساعده أو نعمله تخفيض ما، هل ممكن يبقى فيه التحفيز اللي على الأرض، يعني تحفيز مادي، يمكن مش عايز أسميه مادي بس هو تحفيز بأي طريقة ما غير أن أنا أقول لو أنت هتبقى مرتاح لو أنت هتبقى كده أسرة سعيدة، تحفيز يشعر به المواطن على الأرض. أنا مع حضرتك بس لازم يسبقه سياسة إعلامية سكانية واضحة. صحيح، يعني حضرتك الإعلام هنا ليه دور مهمة جدا، لازم تتحط المشكلة السكانية الحقيقة وتبعاتها في بؤرة اهتمام المجتمع، ما انتي ومع طبعا التزام بأساليب علمية في كل التخطيط في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة. يعني بمعنى ايه، الإعلام مهم جدا، لازم تعملي دعم لمشاركة المرأة وتمكينها في سوق العمل، لازم تعملي توفير لبيئة داعمة لعمل المرأة، دعم قدرة المرأة إن هي تاخد قرارات على مستوى الأسرة، وأنا أعتقد كل هذه أمور مهمة جدا، فأنا بتتلخص برضو في كلمة سياسة إعلامية سكانية مهمة. الإعلام مهم قوي، دوره إن هو يوجه الأسرة،
لازم تتحط المشكلة السكانية في بؤرة اهتمام المجتمع. والخطاب الديني بيقول ان تحديد النسل مش حرام. فكرة ان انا اعرف طبعاً اجيب اسرة وارعاها ده الاساس في الاسرة عامة مش المصرية. مفيش كلام يا فندم ان الخطاب الديني مهم قوي، لان انت زي ما احنا قولها تحط في بؤرة اهتمام المجتمع. ثقي تماما ان المشكلة السكانية هتبقى يعني لما نحلها او نقلل منها هيبقى يعني امكانيات الدولة المهدرة هتقل كل سنة، وده كلام مهم. وأنا أعتقد دي تعتبر من أهم أولوياتنا، ويمكن ده من أهم التوصيات اللي خرج بيها ده سؤالي الأخير لحضرتك، التوصيات اللي خرجت من المؤتمر. طبعا الحقيقة كان أهم حاجة الاهتمام بالمشكلة السكانية زي ما حضرتك قلنا، عمل استراتيجية قومية واضحة لحل المشكلة السكانية ده كان مهم قوي. تمكين المرأة وتمكين المرأة مهمة جدا. طبعا الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالتقنيات الحديثة، توفير فرص عمل جديدة، فتح أفاق مختلفة، كل دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية. كل الشكر لحضرتك دكتورة جميلة نصر عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، شرفتيني ونورتيني، وكانت فقرة هامة جدا. بس كل اللي عايزة أقوله لسه في ناس بتفكر إن كل عيل جايب رزقه، لسه ناس بتفكر إن لأ ده أنا مش هعارض ربنا ونظم الإنجاب وكلام كتير مرهق. لكن الفكرة لو فكرته إحنا بنجيب ولاد عشان نسعدهم، علشان نكبرهم، علشان نعلمهم. لو أنت بتعمل مشروع أي كان المشروع ده، عمرك ما بتدور على مشروع تجيبه وتخسر فيه. ففكرة الأولاد دول لو كمان عندك الفلوس، لو احنا بنقول لا ده انا ربنا مديني احدد الناس ليه، عندك وقت وصحة منين؟ اي سيدة هتنجب كل عام طفل ده هيبقى عندها وقت تربي، هيبقى عندها وقت تهتم، هيبقى عندها صحة ونفسية تاخد بالها من البيت والولاد. فكل انا عايز اقوله فكرة الانجاب دي يعني امانة شديدة جدا تجاه ان انا اجيب انسان واسيبه في الدنيا لا انا عارفة اخد بالي منه ولا عارفة اهتم بيه على المستوى المادي وعلى المستوى النفسي كمان. كمان عندي فقرة هامة جدا عن قمة العشرين وهذا التوقيت ومشاركة مصر والكلمة اللي قالها ألقاها السيد الرئيس النهاردة، ولكن بعد الفاصل. ويكون ضيفنا دكتور ميلاد ممتاز المحلل السياسي والباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ولكن بعد الفاصل.